ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتفرجوا على الفيديو ده. النهارده جايلكم فيديو جديد، هتكلم النهارده على بيرفيوم. انا جربت كذا نوع بيرفيوم، فقررت ان انا اخد كل بيرفيوم واكلمكم عنه، اقولكم عن تفاصيله، تعرفوا تجيبه منين، تركيبه، مين البنات اللي تقدر تحطه، الثبات بتاعه، ريحته عباره عن ايه. انا قبل ما اتكلم على اي بيرفيوم عايزه اقول ان البيرفيوم، انك تحطي بيرفيوم انك ريحه تبقى فواحه وعاليه وكل اللي حواليك يشمها 5 متر قدام، ده حرام. البيرفيوم ده انا جايباه عشان تحطي في البيت تبقى ريحتك حلوه، او انك تخرجي بيه برده تبقى ريحتك بره حلوه، بس انت اللي شماها، ما تبقاش ريحه فواحه. انت عارفه، انا عارفه ان ده غلط، فانا مش عايزه اشيل مسؤوليه حد. عايزه اقول لك معلومه عامه في كل البرفانات، ان البرفيوم بيختلف مع الكيمياء بتاعه الجسم. يعني ممكن برفيوم يحطوه اتنين يحطوه تبقى على واحده ريحه وعلى التانية مديها ريحه تانية. الكيمياء بتاعه الجسم، الجسم بيطلع كده مواد كيماويه، دي بتتفاعل مع الكيمياء بتاعه البرفيوم ممكن تطلع ريحه تانية. فبرفيوم ممكن تحبيه على واحده تجربيه عليكي ما يعجبكيش، لازم تجربيه على نفسك الاول قبل ما تشتريه. فالنهارده هكلمكم عن البرفيوم ده. البرفيوم ده اولا اسمه لانكوم اود بوكيه، هكتب لكم اسمه تحت، ممكن ابقى اكتب لكم اسمه على الشاشه. الازازه بتاعته شيك وحلوه قوي. البرفيوم ده موجود في مصر، مش موجود في مصر في اغلبيه الستور، لان سالت عليه في مصر كتير ما لقيتهوش. هتلاقيه في جروبات الاونلاين وغالبا هيجي لك بالطلب. انا هنسيب لكم برده 3 جروبات انا بتعامل معاهم، دول ناس ثقه تقدري تجيبي منهم البرفيوم باسعار رخيصه وانها هتكون اصليه، دي اكيد يعني. فالبرفيوم ده مش موجود ومش مشهور قوي. البرفيوم ده تحسي ان هو برفيوم اتقال عليه برفيوم غني، برفيوم شيك، شيك جدا الصراحه، لان يعني كل مكون داخل فيه مركز قوي وحاطينه بطريقه قويه، فبحس ان هو كل ريحه فيه باينه فيه ومركزه قوي. برفيوم قول عليه شيء. اسمه عندك اود بوكيه، عندك العود، العود قوي جدا ويعتبر من المكون الاساسي في تركيب البرفيوم ده. في ريحه فانيليا وفي ريحه ورد، يعني دي ريحه عود مع ريحه حاجه مسكره وريحه ورد. البرفيوم ده للناس اللي هي الناس اللي بتحب ريحه العود هتعشقه، لان العود ده مش كل الناس بتحبه. فانت تعرفي ان انت واخده برفيوم فيه عود، ناس بتحب اللي هي الناس الخليجي او بتحب اللي هو الستايل الخليجي هتعشق البرفيوم ده. للناس اللي ما بتحبش العود ممكن تكش منه من الاول، هو قوي شويه. بس انا بقول للبنات دي ادي البرفيوم فرصه تانية، لان البرفيوم كل مره، كل ما بتشميه كل مره بتحس ان الريحه بتتعمق اكتر، بتبقى احلى اكتر. ما انت ممكن اول ما تشميها تتخضي منها، بس بعد كده تحبيها. حتى بره بيتخضوا منه شويه لان ريحه العود فيه قوية. احنا ممكن احنا نحبه، الناس بتحب الفيرجن الخليجي شوية هتعشقه لان فيه العود فيه عالي قوي. اقول البنات اللي ما بتحبش السكر او البرفيوم المسكرة ممكن ما تحبش البرفيوم ده، لان البرفيوم ده السكر بتاعه عالي، يعني نسبة السكر او السويتنس اللي موجودة في البرفيوم دي عالية. فدي انتي تعرفي انتي ذوقك من الاول، بحب الحاجات المسكرة ولا لا، بحب الحاجات اللي فيها العود واللاين الخليجي ولا لا. فانتي لو بتحبي العود واللاين الخليجي والحاجة مسكرة، البرفيوم ده اكيد ليكي ومش هتستغني عنه، وممكن تستغني بيه عنه عن بقية البرفانات اللي عندك في البيت. البرفيوم ده انا شايفاه ان هو شتوي اكتر، يعني مش صيفي. هو في برفيوم قوي، فالبرفيوم القويه والمسكره بيفضل انها تبقى في الخريف والشتاء. ده يونيسكس، يونيسكس يعني ينفع ينفع البنات تحطه وينفع الرجاله تحطه، ينفع للاثنين. فلو انتوا بتحبوا العود هنيئا لكم، ده هينفع لكم انتوا الاثنين، مش هتحتاجوا تجيبوا برفيوم تاني. ثباتها فظيع، الثبات بتاعها اسبوع، مش هتتشال من هدومك لمده اسبوع، فثباتها رهيب جدا. الريحه بتاعتها قويه وفواحه قوي. السن اللي تحطه، البنات دي انا شايفه لما بشم البرفيوم ده بحس ان البنات من سن 28 فيما فوق. ممكن في بنات اصغر تحطه، بس انا قبل ما تحطيها اقول لك ان هو هيديكي لوك ناضج اكتر، واحده ماتيور اكتر. فانت لو عايزه لو برفيوم لا شبابي وخفيف وبتاع، لا ده مش ليك، ده برفيوم تقيل تقيل قوي. فانتي الواحدة شابة يعني في العشرينات اوائل العشرينات، وانت عايزة حاجة خفيفة ومناسبة سني، ده لا، فمش اي حد الصراحة يحطه ومش اي حد يتقبله. وبس كده يكون فيديو النهاردة خلص. وانتوا جداد في القناة تنزلوا تعملوا اشتراك تحت وتعملوا لايك للفيديو ده وتدوسوا على زر الجرس عشان اي فيديو جديد يجيلكم بيه اشعار. واستنوني في الفيديوهات الجاية، هعمل لكم فيديوهات كتيرة جدا تانية على برف. واستنوني في الفيديو الجاي. باي باي.